السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعداء دوما بهذا اللقاء المتجدد الذي سنخصصه الليلة للحديث عن الصفات والشمائل المحمدية والعالم الإسلامي. قاطبة هذه الليلة المباركة يحتفي بميلاد خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله. هذه ليلة معظمة مكرمة. قبل 15 قرنا من الزمن ولد فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد تحدثنا فيما سبق عن الكثير من المواضيع المتعلقة بهذا النبي الكريم، منها الفترة الجاهلية ومظاهر الحياة الاجتماعية والدينية التي كانت تتميز بها، وتحدثنا عن مولده صلى الله عليه وسلم وزواج أمه وأبيه، وتحدثنا عن رضاعه وعن طفولته وعن كسبه. اليوم حديثنا عن الصفات والشمائل المحمدية. الصفات والشمائل المحمدية اهتم بها المسلمون اهتماما كبيرا، حتى انه صار علما قائما بذاته، يسمى علم الشمائل والصفات المحمدية. وهذا العلم يهتم بذكر كل الجوانب المتعلقة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا أخلاقه وهديه وعبادته، وكذلك ذكر أوصافه الخلقية الشكلية وكل ما يتعلق بسيرته العطرة. المسلمون منذ بزوغ فجر الإسلام اهتموا بهذا الأمر، وأول من اهتم به هم أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. إلى عصرنا الحالي لا زال الناس يتداولون الصفات والشمائل المحمدية ويعلمونها بعضهم لبعض، وخصوصا للأبناء والأطفال. كان سيدنا سعد بن وقاص يقول: كنا نعلم أولادنا مغازي الرسول كما نعلمهم السورة من القرآن. والمسلمون عبر التاريخ صنفوا كتبا عظيمة وجليلة خاصة في الصفات والشمائل المحمدية، من أبرزها كتاب صفة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لداود ابن علي الإصبهاني، وكتاب الشمائل النبوية والخصائص المصطفوية للحافظ الترمذي، وكذا كتاب أخلاق النبي وآدابه لمحمد بن حيان الإصبهاني، وكتاب المعروف في العالم بأسره وهو لعالم وفقيه مغربي جليل، وهو كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض المغربي رحمه الله تعالى، ثم كتاب الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي، وغيرهم من المصنفات الكثيرة التي تفتخر بها المكتبة الإسلامية. فهذه نعمة وكرامة من الرحمن أن سخر هؤلاء العلماء الأجلاء بجمع كل الصفات والشمائل المتعلقة بالنبي الكريم، سواء في أوصافه الخلقية الشكلية أو في أوصافه الخلقية وهديه وعبادته وكل شؤونه. علماء الإسلام يحثون عموم المسلمين على الاهتمام بالشمائل المحمدية، لأن فيها فوائد عظيمة تعود على دارسها. أولا، إنها سبب في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كل من درس الشمائل المحمدية
زاد حبه للنبي الكريم، وقد قال هو صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن. وكذلك معرفة الشمائل المحمدية هي سبب في اتباع النبي الكريم، التي هي أحد الفروض المهمة. اتباع النبي هذه سنة مفروضة علينا جميعا، ثم إن دراستها والاطلاع عليها هي أحد الفروض، وتكون سببا في زيادة الإيمان. لهذا أدعوكم أيها الأحباب الكرام أن نقوم بإيجاز بالحديث عن الشمائل والصفات المحمدية، حتى يكرمنا الله تعالى وإياكم بحب هذا النبي الكريم، وأن يكون قدوة لنا وأسوة لنا، وننال شفاعته يوم القيامة. فنتحدث أولا عن أخلاقه العالية. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أول صفة يمتاز بها هي العفة والطهارة. هذه أول صفة امتاز بها النبي الكريم، وهو طفل وهو مراهق وهو شاب وهو يافع وهو غلام، كانت فيه العفة والطهارة. فسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم نشأ في مكة، وهي حاضرة بلاد العرب. مكة كانت تسود فيها مفاسد الجاهلية، كان الناس آنذاك يشربون الخمر ويستمرئون الزنا ويلعبون الميسر والقمار، ويصعدون في أكل الربا، ويتهافتون على أكل مال اليتيم، وكانوا لا يتنزهون عن وادي البنات وظلم الضعفاء واستعبادهم، وكانوا خصوصا يعكفون على عبادة الأوثان والأصنام والتقرب إليها بالذبائح. لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الثابت في السيرة النبوية الشريفة أنه لم يشارك قومه في أمر من هذه الأمور أبدا، لم يشاركهم أبدا منذ أن فتح عينيه على الحياة، لأن عناية الله كانت ترعاه وكانت تؤذبه. وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأذيبي. بل إن القرآن العظيم شهد له بالأخلاق، وقال ربنا عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. لقد سمت تلك التربية وارتفعت حتى غدت تجسيدا للقرآن الكريم. وهذا يستفاد من قول أمنا عائشة رضي الله عنها زوجه الطاهرة، لما سئلت كيف كان خلق النبي، قالت: كان خلقه القرآن. ولقد امتدحه ربنا عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. بل إن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتميما للأخلاق، فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فأول صفة من صفات النبي الكريم هي مكارم الأخلاق، وفي مقدمتها العفة والطهارة. كان عفيفا وكان طاهرا وكان منزها عن الخبائث. والأدلة على ذلك كثيرة. إذا رجعنا إلى كتب السنة ونرى ملامح مشرقة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أشياء عظيمة وجليلة تجعلنا نحب هذا النبي ونحترمه ونقدره، لأنه طاهر مثل الصفحة البيضاء. يحكي صلى الله عليه وسلم عن نفسه في حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في جامعه، قال: ما هممت بشيء من أمر الجاهلية إلا مرتين. قلت ليلة لبعض فتيان مكة: ألا تبصر لغنمي حتى أدخل مكة أسمر فيها كما يسمر الفتيان؟ فقال: بلى. سيدنا النبي يقول أنه لم يهتم بأمر الجاهلية أبدا إلا مرتين فقط في حياته. في إحدى الليالي كان يرعى الغنم بالنهار، وقبل أن تغرب الشمس سمع هزيج وسمع رقص وموسيقات وغناء وفتيان يسمرون يقومون بالسمر. عادة المراهقين يحبون اللهو ويحبون الغناء والرقص والموسيقات،
فكان هذا أمرا معتادا في المجتمع الجاهلي. كانت هناك مأوى يأوي إليها الشباب للرقص وللغناء وللاستمتاع بشبابهم. فالنبي الكريم سمعهم هكذا يفعلون وهو كان يرعى الغنم، فقال لصاحب له يرعى معه الغنم، قال له: ألا تبصر لغنمي حتى أدخل مكة فأسمر فيها كما يسمر الفتيان؟ قال: بلى. قال: فدخلت حتى جئت أول دار من دور مكة، فسمعت عزفا بالغرابيل والمزامير، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا عرس، تزوج فلان بفلانة. فجلست أنظر، وما هي إلا لحظة حتى ضرب الله على أذني، ضرب الله على أذني، فوالله ما أيقظني إلا حر الشمس. ما إن بدأ النبي الكريم يرى هذا المشهد، مشهد عرس فيه نساء واختلاط ومزامير وموسيقات ورقص وغناء، ما إن نظر، وكان عمره أنذاك حوالي 14 سنة، ضرب الله على أذنه فقام، قال: والله ما أيقظني إلا حر الشمس. بقي هكذا الليل بكامله حتى الصباح، فأشرقت الشمس وهو مغمي عليه فوق الأرض. ثم رجع إلى صاحبه وأخبره، لما سأله ماذا فعلت، قال: ما فعلت شيئا، أخبرته بالذي رأى. وبقي على هذه الحال، لم يعد يقترب. لكن مرة أخرى سمع أهازيج وسمع دفوف ومزامير في ليلة أخرى، فقال لصاحبه: هل أبصرت لغنمي حتى أنزل مكة وأسمر كما يسمر الفتيان؟ قال: فلما جئت إلى مكة سمعت الذي سمعته تلك الليلة، مزامير وغناء ورقص. فسألت فقيل: نكح فلان فلانة، هذا عرس آخر. فجلست أنظر، لكن ما هي إلا لحظة ضرب الله على أذني، فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس. فرجعت إلى صاحبي فقال: ماذا فعلت؟ فقلت له ما فعلت من شيء، ثم أخبرته الخبر. فوالله ما هممت ولا عدت بعدها لشيء من ذلك، حتى أكرمني الله عز وجل بنبوته. هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري يحدثنا عن صفة الطهارة والعفة التي كان يتميز بها سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنه لم يشارك قومه في حتى في الأمور مباحة، عرس مباح ولكن فيه أشياء غير مباحة من اختلاط ورقص وشرب خمر وغير ذلك من الأمور التي يعلمها الجميع. أما عن حالة عبادة الأصنام في الجاهلية، الناس كانوا مغرمين بعبادة الأصنام، عندهم مجموعة من الآلهة، عندهم هبل كبير الأصنام، وعندهم إساف ونائلة، وعندهم اللات والعزة، وعندهم منات الثالثة الأخرى وغير ذلك. وكان الناس يقدمون القرابين للآلهة ويقيمون مواسم، كانت هناك مواسم يرفعون فيها الرايات ويطلقون فيها البخور ويقدمون فيها الذبائح، ويجلس الناس أكلا وشربا وفيها مصالح أخرى. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم منذ كان طفلا صغيرا وكان يتيم، ماتت أمه وأبوه ولم يعلمه معلم، سيدنا النبي أبدا لم يعبد صنما ولم يتقرب أبدا لوثن. حتى الأعياد الوثنية التي كان يحتفي بها أهل الجاهلية، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحضر أبدا لأي موسم من المواسم ولا إلى أي عيد من الأعياد. من ذلك ما جاء في الأحاديث الصحاح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حدثتني أم أيمن، أم أيمن هي مربية النبي، كانت مع أمه، تحكي أن كان هناك صنم عظيم من عظماء الأصنام عند قريش يسمى بوانة، الإله بوانة، وقريش كانت تحضره في موسمها وتعظمه، وكانت تمسك له النسائك وكانوا يحلقون رؤوسهم عنده،
ويعكفون عنده يوما إلى ثلاث أيام. وهذا كان كل سنة، كل سنة يجتمع أهل قريش أمام هذا الصنم الكبير بوانه، يطلقون البخور ويقدمون له الذبائح النسائك، ويتحيرون برقصات معينة، وختاما يحلقون رؤوسهم عنده ويطلبون منه المغفرة. وكان أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم يحضر هذا الصنم وهذا الموسم، وكانت عمات النبي كلهم يحضرنا. فلما رأوا سيدنا النبي كان صغير عمره حوالي 10 سنوات، قالوا له: يا محمد، غدا سنحملك إلى الموسم، هناك أكل وشرب ورقص وألعاب، وهناك إله عظيم سيباركك، هل ذهبت معنا؟ فتمنع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأت عمته ذلك غضبنا عليه غضبا شديدا، وقلنا له: يا محمد، لما تريد أن لا تحضر مع قومك عيدا ولا تكفر لهم جمعا؟ فأخذوه على الرغم عنه، أخذوه إلى الموسم، وأرادوا أن يقدموه إلى هذا التمثال، هذا الصنم بوانة، أخذوه بالقوة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رجع مرعوبا فزعا، صار يصرخ. فقالت له إحدى عماته التي كانت ترحمه: ماذا أصابك يا محمد؟ ماذا دهاك؟ قال: يا عمتاه، إني كلما دنوت من صنم منها تمثل لي رجل أبيض يصيح بي: وراءك يا محمد، وراءك يا محمد، لا تلمسه. قال: فما عاد إلى إذ حتى تنبأ. الرجل الذي كان يظهر له هو جبريل عليه السلام في شخص أبيض، لأنه معلمه ولأنه الذي سوف يربيه جبريل، فكان يمنعه من حضور المواسم الشركية ويمنعه من تقديم القرابين للآلهة. فهذا هو محمد ابن عبد الله الذي هو خير خلق الله. أول صفة من صفاته أن كانت فيه العفة والطهارة منذ طفولته، مرورا بمراهقته وشبابه. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز بخلق الأمانة، كان يسمى الأمين ويلقب بالأمين منذ الصغر، لأنه عرف بأنه كل من أعطاه أمانة كان يؤديها إلى أصحابها، وكل من حدثه حديثا كان يبلغ الحديث باللفظ والمعنى دون تغيير ولا تبديل، حتى سموه الأمين. بعض المستشرقين بريطانيين وفرنسيين درسوا السيرة النبوية، لما وقفوا عن هذه التسمية، لماذا محمد صار يسمى الأمين واشتهر بين قومه بذلك، قالوا مستهزئين: لقد اكتسب هذا الاسم نسبة لأمه آمنة، أمه آمنة بنت وهب فسمي الأمين. ولكن ليس كذلك، النبي الكريم يسمى الأمين لأن الناس كانوا يأتمنونه على أموالهم وعلى أسرارهم وعلى أحاديثهم، فكان يؤديها كما هي، بل أمانته صارت على أموال الناس في التجارة. ولما صار تاجرا وعمره حوالي 25 سنة، كان كل من أعطاه مال كان يرده له كما هو دون نقصان أبدا. وهذه الأمانة هي مقدمة طبيعية لأمانته على وحي السماء، لأن الله تعالى سوف يستأمنه على الوحي، على القرآن، على الدين، فلابد أن يكون أمينا. الصفة الثالثة التي كان يمتاز بها النبي الكريم بعد الأمانة وهي الصدق، كان صادقا. النبي الكريم فيه صدق عظيم، اشتهر بالصدق منذ صغره، حتى إن أبا سفيان وقد كان من كبار القريشيين الجاهليين الذين يعارضونه، لم يستطع أن ينكر أمام هرقل عظيم الروم، لما ذهب أبو سفيان ويطارد جماعة من المسلمين ولقي هرقل ملك الروم وأراد أن يستفسيه في محمد من يكون، سأله: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت له أنه ما جربنا عليه الكذب أبدا. أبو سفيان يشهد بهذه الشهادة أمام ملك هرقل عظيم الروم،
لم يستطع أن يقول غير الحقيقة، لأنه كان معروفا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق. ويكفي أنه لما أراد أن يبلغ قومه الدعوة وجاءت الدعوة الجهرية تصدع بما تؤمر، جمع قومه من قريش عند الصفا ليعلن دعوته. فماذا قال؟ قال لقومه: يا قوم، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك الكذب. لم يجربوا عليه الكذب أبدا، قومه كلهم. إذا سألت أي زعيم من قريش هل كان محمد كذاب، يقول: حاشا وكلا، ما جربنا عليه الكذب أبدا، وكان أمينا. ثم كان صلى الله عليه وسلم الصفة الغالبة عليه ما هي؟ صفاته الأخلاقية كثيرة. سيدنا النبي كان فيه النزاهة، فيه الصدق، فيه الأمانة، فيه العفة، فيه الطهارة، فيه الاستقامة. ولكن ما هي الصفة الغالبة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنها صفة الحياء. أكبر صفة تغلب عليه الحياء. وقد كان يقول: لكل دين خلق، وخلق هذا الدين الحياء. فالنبي الكريم عرف منذ طفولته ومراهقته وشبابه إلى أن كبر وصار رجلا وصار حكيما. سيدنا النبي كان يعرف دوما بالحياء، كان شديد الحياء ولم تنكشف له عورة. حتى في الجاهلية قبل الإسلام لم تنكشف له عورة. كان حياؤه يمنعه من كثرة المزاح ومن الفحش في القول أو من الفضاضة أو الغلظة في المعاملة. كان صلى الله عليه وسلم هينا لينا، حتى قيل كان كالعروس في خدرها. العروس تكون ليلة زفافها فيها حياء وفيها حشمة. هكذا النبي الكريم من كلمه كان تعلو وجهه حمرة كيتزمق من شدة حيائه. وربنا عز وجل يشهد له بهذا الخلق الكريم، فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النبي الكريم كان يحث المؤمنين على الاتصاف بالحياء. وسيدنا عثمان كان فيه الحياء الشديد، فكان يقول: عثمان تستحي منه الملائكة لأن فيه الحياء. بل إن الحياء هو خلق من أخلاق الله، الله عز وجل من صفاته الحياء. فقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما صفرا خائبين. وقد قال النبي الكريم بأن الحياء هو شعبة من شعب الإيمان. قال: الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان، كما رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة. فالنبي الكريم من أخلاقه أيضا أنه كان لين الجانب، يحن إلى كل شيء جميل، وكان يعطف على المساكين والفقراء، لا يحقرهم ولا يخذلهم. وكان صلى الله عليه وسلم في القوة أنه كان لا يهاب ملكا لملكه. رغم هذا الحياء وهذا اللين كان قوي وكان شجاع، وكان لا يهاب أحدا، لا يهاب عظيما ولا زعيما ولا ملكا لملكه. فهو صلى الله عليه وسلم جمع الأخلاق كلها. لهذا ربنا سبحانه وتعالى لما أعطاه هذه الشهادة قال: وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الأحباب الكرام، لو استرسلنا في سرد أخلاق النبي الكريم لن نحصرها أبدا، لأنها كثيرة وعظيمة جدا. ومن أراد أن يتوسع فليرجع إلى كتب السير والمغازي وكتب الصفات والشمائل المحمدية، سيرى العجب العجاب. هذا من الناحية الخلقية. فماذا عن النبي الكريم من الناحية الخلقية، الناحية الشكلية؟ الصحابة رضي الله عنهم من الأنصار والمهاجرين والتابعين لهم بإحسان وعلماء وصلحاء هذه الأمة احتفلوا كثيرا بالاهتمام بالصفات الخلقية للنبي الكريم، شكله. كانوا يبحثون عن شكله،
عن شكل شعره وحاجبيه وعن أنفه وعن خدوده وعن أسنانه وعن كتفيه وعن بطنه وعن ظهره وعن مشيته. كل هذه الأشياء اهتم بها المسلمون وكتبوا فيها كتابات كثيرة جدا رواها الصحابة، الكثير من الصحابة الذين كانوا يعيشون مع النبي ويرون رأي العين حكوا لنا. وأعالي الصدر فيه شعر في ذراعيه ومنكبيه وصدره، وكان وسطا بين الطول والقصر، ووسطا بين السواد والبياض، وكان خافض الصوت، وإذا التفت التفت جميعا. كان صلى الله عليه وسلم نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، يمشي هونا. وهكذا وصفات كثيرة ذكرها السادة الصحابة رضي الله عنهم، ذكر السادة العلماء عن الصحابة رضي الله عنهم، وكلها متشابهة، يرسمون صورة جليلة وعظيمة عن هذا النبي الكريم. يكفي في وصفه ما قاله أبو هريرة رضي الله عنه، قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله، كأن الشمس تجري في وجهه، كأن الشمس تجري في وجهه، جمال على جمال. وكان وصف بعض صحابه أن قال: كان صلى الله عليه وسلم فخما مفهما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، ولئن أعطي يوسف عليه السلام شطر الجمال فقد أعطي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحسن كله. كل من نظره يقول: هذا جمال وهذا حسن، وحاشا أن يكون هذا وجه كذاب، هذا وجه صادق أمين حي عفيف طاهر. ومن صفات النبي الكريم أيضا أنه كان صلى الله عليه وسلم دائم البشر، لا تراه إلا مبتسما، وكان سهل الخلق ولين الجانب، لا فضا ولا غليظا ولا سخابا ولا فحاشا ولا عيابا. كان صلى الله عليه وسلم كل من لقيه يبدأه بالسلام، وكان طويل السكوت ودائم الفكرة، وكان لا يتكلم إلا في حاجة، وإذا تكلم تكلم بجوامع الكلم. جل ضحكه كان التبسم، لا يضحك حتى تدار أسنانه إلا التبسم، جل ضحكه، حتى إن ضحكاته على رؤوس الأصابع، ولكن تبسمه كان كثير. وكان صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر، دائما يذكر الله في كل الأحوال، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، وكان يعطي كل جلسائه نصيبه، من جلسه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، فقد وسع الناس بسطه وحسن خلقه، فصار صلى الله عليه وسلم للجميع مثل الأب، وصاروا عنده في الحق سواء، متقاربين متفاضلين في التقوى. ومن أبرز صفات النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله الطيب. النبي الكريم شيء غريب كان يميزه عن الخلق، كان صلى الله عليه وسلم طيبا مطيبا من غير طيب، كانت رائحة الطيب تفوح منه دوما وأبدا، إذا صفح مصافحا فيظل المصافح يده طيلة يومه يجد فيها ريح الطيب. وكان النبي الكريم يضع يده على رأس الصبي فيعرف من بين الصبيان بريحها. وقد روى الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلك هذا الطريق من طيبه، فهذه صفة تغلب على النبي الكريم، الطيب الجميل. وصفات النبي الكريم كثيرة جدا جدا جدا، حتى إن بعضهم قالوا بأن الله كرمه والله تعالى أعزه، وقارنوا بينه وبين إبراهيم الخليل عليه السلام. إبراهيم الخليل كان حبيب الله وهو أبو الأنبياء، وقد وجدت صفته مكتوبة في التوراة، كما أن سيدنا محمد صفته مكتوبة في التوراة.
صفة النبي في التوراة هي يا محمد أنت حبيب الرحمن. هذه معروفة عند اليهود أن سيدنا النبي مذكور عندهم في التوراة بهذا الكلام أنت حبيب الرحمن. بعض أهل الله من العلماء الصلحاء جمعوا النصوص من القرآن والسنة ليقارنوا ما بين أبي الأنبياء إبراهيم الخليل وبين الحبيب. إبراهيم يسمى الخليل، وموسى يسمى الكليم، ومحمد يسمى الحبيب. تعالوا بنا في عجالة نقارن بين الخليل والحبيب، إبراهيم الخليل ومحمد الحبيب. ماذا قال ربنا عز وجل عن إبراهيم الخليل؟ قال ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سيدنا إبراهيم قال هذا الكلام، قال ولا تخزني يوم يبعثون في سورة الشعراء. لكن ماذا قال الله تعالى لحبيبه المصطفى؟ قال له يوم لا يخزي الله النبي، يوم لا يخزي الله النبي. فابتدأه بالإشارة قبل السؤال. سيدنا إبراهيم الخليل طلب وسأل، لكن النبي محمد ربنا بشره قبل السؤال يوم لا يخزي الله النبي. سيدنا إبراهيم الخليل لما كان في المحنة وكان يعذب من طرف النمرود ماذا قال؟ قال حسبي الله، قال حسبي الله. لكن سيدنا محمد الحبيب لما كان في المحنة ماذا قال له الله تعالى؟ قال يا أيها النبي حسبك الله، يا أيها النبي حسبك الله. ربنا ابتدره بالحسبلة. سيدنا إبراهيم الخليل طلب من الله تعالى أن يجعله قويا في الدعوة، فقال اجعل لي لسان صدق في الآخرين، اجعل لي لسان صدق في الآخرين. لكن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قيل له ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. أعطاه الله تعالى بلا سؤال. سيدنا إبراهيم الخليل كان يطلب من الله أن يجنبه الأصنام هو وأولاده، وكان يقول في دعوته وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لكن الحبيب المصطفى قيل له إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هكذا ربنا عز وجل يلاحظ كيف أن جعل لسيدنا محمد مرتبة عظيمة أكثر من إبراهيم الخليل، فهو الحبيب صلى الله عليه وسلم. وإذا قمنا بمقارنة بالأنبياء فيما بينهم مع سيدنا محمد من القرآن، سنجد دائما مقام سيدنا محمد كان رفيعا. مثلا ربنا عز وجل ذكر سيدنا موسى الكليم، ماذا قال عنه؟ سيدنا موسى قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال أيضا وعجلت إليك ربي لترضى. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقل اشرح لي صدري، قال يا ربنا عز وجل يا محمد ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك. موسى قال ربي اشرح لي صدري، ثم قال ويسر لي أمري. سيدنا محمد قال له ربنا عز وجل ونيسرك لليسرى، ونيسرك لليسرى. ثم قال سيدنا موسى طلبا من الله قال واحلل عقدة من لساني. صعب أن يقرأ التوراة، يطلب من الله تيسير القراءة، لكن سيدنا محمد قال له فإنما يسرناه بلسانك، فإنما يسرناه بلسانك. سيدنا موسى ماذا قال؟ قال وعجلت إليك ربي لترضى. لكن سيدنا محمد قيل له لعلك ترضى، لعلك ترضى. وغير هذا كثير جدا في مقام سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى قيل أن أبونا آدم عليه السلام لما وقع عند المعصية وأخرجه الله تعالى من الجنة وطلب منه المغفرة ماذا كان يقول؟ قال اللهم إني أسألك بحق محمد أن تغفر لي خطيئتي وتقبل توبتي. سيدنا آدم دعا الله تعالى كثير بدعوات مختلفات والله تعالى لا ينظر إليه، ربنا عز وجل كف عنه وجهه.
لكن لما قال هذه الكلمة قال اللهم بحق محمد اغفر لي خطيئتي وتقبل توبتي. فقال له الله عز وجل يا آدم ومن أين عرفت محمد؟ قال يا رب رأيت في كل موضع من الجنة مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك أكرمته فهو أكرم خلقك عليك. فقال ربنا عز وجل لآدم أي نعم وإنه من ذريتك فتاب عليه وغفر له. وهذا تأويل قول الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قيل الكلمات هو أنه صلى على النبي وتوسل به. وفي رواية أخرى قال آدم لما دعا الله تعالى بدعاء اللهم إني أسألك بحق محمد أن تغفر لي خطيئتي وتقبل توبتي، قال آدم يا رب لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك فإذا فيه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنه ليس أحد أعظم قدرا عندك ممن جعلت اسمه من اسمك. فأوحى الله إلى آدم يا آدم وعزتي وجلالي إنه لآخر النبيين وإنه من ذريتك ولولاه ما خلقتك. روايات كثيرة تتحدث عن مقام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أن البعض قد يبالغ في تمجيد سيدنا النبي وإطرائه. لهذا كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الصحابي الجليل الذي يضبط مقاصد الدين ومقاصد الشرع والعقيدة يروي حديثا عظيما عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قال إذا سمعتم هذه الصفات وهذه الأمجاد إياكم أن تطروني وتغالوا في مقامي كما وقعت فيه النصارى لما غالوا في تعظيم نبيهم عيسى بن مريم حتى ألهوه وقالوا إنه ابن الله وقالوا إنه اللاهوت الذي يحل في الناسوت ووقعوا في خطايا كثيرة إياكم أن تفعلوا. فمما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله عبد الله ورسوله. سيدنا النبي كان في خلق تواضع، لا يريد أن بعض الجهال أنهم يتمادوا في الإطراء حتى يصلوا به إلى مقام الألوهية أو الاستغاثة. فهو سيدنا محمد مبلغ عن الله، هو بشر حقا بشر، لكنه ليس كبقية البشر، هو مثل الذر بين الحجر، مثل الذر اللؤلؤ والمرجان بين الحجر. فصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا ونبينا محمد. ليت أن الذين ينتقدون هذا النبي ويرسمون له رسوما كاريكاتورية وينعتونه بأحط الصفات بأنه يحب سفك الدماء ويشجع الإرهاب والتنطع وأنه يحب أخلاق سيئة كما يدعون، حاشا وكلا. لو أنهم اطلعوا على سيرته العطرة وسيرته النورانية لا علموا بأن هذا الرجل ليس ككل رجل. ويكفي أن كبار المفكرين اليهود الأمريكيين مايكل هارت لما كتب كتابه القيم وسماه المئة الأوائل أو العظماء المئة في التاريخ وجمع أعظم الرجال والقادة الذين مروا في التاريخ البشري، ليس عجبا أن المعطيات المتوفرة لديه والأرقام والحسابات جعلت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتبوأ الدرجة الأولى. فقال محمد بن عبد الله هو رقم واحد في عظماء التاريخ. سيدنا النبي لم يكن عظيما من عظماء التاريخ ولا قويا من أقوى الزعماء. سيدنا النبي كان رسولا وكان نبيا من عند الله يوحى إليه، صنعه الله بيده وأوحى إليه وعلمه وكان يعصمه من الناس.
وسيبقى هكذا معززا مكرما. وربنا قال له ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. فصلوات الله وسلامه على سيدنا وحبيبنا محمد، اللهم ارزقنا شفاعته يوم القيامة، اللهم اجعلنا نتخلق بأخلاقه ونتأسى بأسوته، واجعلنا يا رب نحشر في زمرته. آمين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.